مؤسسة معكم التنموية تفتتح الصيدلية الأولى لتوفير بعض العلاجات بمركز العزل بالمستشفى الجمهوري بتعز، كما وفرت جهاز فحص غازات الدم وهو أول جهاز بالمحافظة. الأدوية التي وفرناها هي خاصة بمرضى فيروس المصابين بفيروس كورونا واللي في العناية المركزة، طبعا أدوية باهظة ولا يستطيع المرضى شراؤها بسبب ارتفاع الأسعار. وبالنسبة للجهاز، جهاز فحص غازات الدم الـ ABG، جهاز له أهمية بالغة الأهمية، بيكون هذا الجهاز يقوم بعملية قياس نسبة الغازات داخل الدم، وهذا يعتبر بالنسبة أهم شيء لمريض كورونا، لأن حتى تعرف كتشخيص أولي للحالة ونسبة الأكسجين. وحتى الآن لم يرصد أي ميزانية من الجهات الحكومية لمركز العزل، كل ما يقدم لمركز العزل هو عبارة عن مبادرات. وبالنسبة للصيدلية كما هو متعارف بأن المريض اليوم الواحد يستهلك من 60 إلى 90 ألف ريال يوميا، وهذا تعتبر يعني مصيبة للمريض. 17 مريضا معزولا بمركز العزل بالمستشفى الجمهوري يتلقون المعاملة الحسنة من العاملين بحسب ما أفاد المرضى الذين يعانون المرض، ويعاني أهاليهم المبالغ الكبيرة كل يوم في توفير العلاجات التي غلت أسعارها عدة أضعاف عندما بدأ استخدامها للمرضى المصابين بالكورونا. وهذا حال بلادنا التي تعيش بلا رقابة ولا ضمير عند تجار الأدوية، حتى أصبحت المعاناة مرتين بسبب المرض والتكاليف التي لا يستطيع عليها غالبية المصابين. والله يتعامل معنا بكل إنسانية، بكل مسؤولية حقيقة، في الإمكانات المتاحة لديهم التي يمتلكها والتي لا يمتلكها نعذرهم إحنا أنفسنا بها السبب. أغلب الأدوية للأمانة أسعارها مرة غالية جدا، فيعني الآن المريض لما تكون حالته المادية حرجة، ووضع اليمن حاليا وضع تعز الناس بلا رواتب، فالمريض أحيانا يشكي من أعراض يخاف إنه يروح على المستشفى عشان وضعه المادي الجيب فاضي للأسف، فكيف يسعف نفسه ما فيش معه ولا ريال؟ طبعا هنا الأمراض باليوم الواحد كحد أقصى 60 ألف ريال علاجات. التعامل مع كورونا ليس كالتعامل مع الأوبئة الأخرى، التعامل مع كورونا مكلف جدا، مكلف لدرجة كبيرة، مكلف من ناحية الأدوات أو المواد الذي يستخدمها الطبيب كمواد حماية شخصية وكأدوات أو مستلزمات للمريض، وأيضا الأدوية تكون أحيانا أو غالبا خاصة الذي يدخل العناية المركزة مكلفة جدا، بحيث أنه ليس هناك بتعز جهة تدعمها، والمريض ماديا بسبب الظروف الاقتصادية لا يستطيع أن يتحمله. في مركز العزل الوحيد بتعز لا تقدم للمرضى أي علاجات مجانية، بل يتحمل المريض وأسرته كل التكاليف التي قد تتعدى نصف مليون ريال خلال فترة العزل. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.